جنوب لبنان معنا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، آخر التطورات والأحداثيات في الجانب اللبناني. نعم معاد، يبدو أن الرد على اغتيال القيادي في الجماعة الإسلامية بالأمس في بلدة الخيارة في البقاع الغربي لم ينتهي بعد، ففي آخر بيان أعلن حزب الله أنه استهدف مقر الفرقة 91 في التي تقع شمال شرقي صفد، تحديدا ثكنة إليت شاحر، بسرب من المسيرات الانقضاضية، وأكد أنه حقق إصابات مباشرة في هذه الثكنة وأوقع إصابات مباشرة بين قتيل وجريح في صفوف ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى هذا الرد، كان هناك رد أيضا بمسيرة انقضاضية على مقر كتيبة السهل في بيت هلل. هناك ترقب كبير الآن على هذه الجبهة، وإن كان بعد الرد أو الاعتداءات الإسرائيلية لم يسجل أي منها حتى هذه اللحظة على القرى الجنوبية، لكن يبدو أن هذا الرد من قبل حزب الله على الاغتيال بالأمس مستمر. هناك ترقب في الساعات المقبلة لما يمكن أن تحمله من تطورات بالنسبة إلى هذه الردود أو الاعتداءات الإسرائيلية. أشير أيضا إلى أمر آخر، أنه في إطار هذه المواجهات وتصاعد الحدة وعد هنا في الجنوب، حزب الله يستمر ويتدرج في مسألة هذه، إنجاز التعبير، الحرب النفسية المضادة، لا سيما ردا على التقارير التي كانت تتحدث عن هجوم واسع على لبنان، وكان نشر فيديو مهم بالنسبة إلى لقط عرض فيه أو أصدر شريط فيديو عرض فيه للقطات مأخوذة من الجو لأماكن ومراكز استراتيجية في مختلف المدن الإسرائيلية، وصورت هذه المواقع بالتفاصيل وعلامات تفصيلية وإحداثيات. كان الأبرز والمثير للاهتمام منها المواقع البحرية، وأردف ذلك أيضا بمقاطع صوتية لأمينه العام يتحدث أنه في حال فرضت الحرب على لبنان أو نفذت إسرائيل هجوم واسع فأنه سيقاتل من دون أسقف أو قواعد أو ضوابط، وهو أيضا ما يسلط الضوء على نية وقدرة الحزب، لا سيما أنه كشف أنه يمتلك أسلحة جديدة وأيضا استخدم أسلحة جديدة في هذه المواجهات، وطرح إمكانية على الطاولة أن سيناريو اقتحام الجليل من قبله لا يزال مطروح على هذه الطاولة. بالتالي مثير للاهتمام مسألة أنه عرض هذه المواقع للاستراتيجية وإمكانية ضربها من قبله. شكرا لك رامز القاضي من أبل الساقي جنوب لبنان.